خدوا بعض بالبوس والأحضان قدام المعازيم في الفرح، والعريس أحرج أحمد سعد وقال له اتبسطت بالقعدة معاك، والمعازيم مش مصدقين اللي حصل بينهم. كلامي هنا عن أضخم فرح اتعمل في مصر، وكان نجومه أحمد سعد وكارولينا كرم. إيه اللي حصل بين الثنائي؟ إيه هي تفاصيل أكبر فرح اتعمل في مصر؟ ومين العروسة والعريس؟ إزاي أحمد سعد اتعرض للإحراج من العريس؟ تفاصيل كتير هنعرفها مع بعض في الفيديو ده. وقت ما تكون بترتب الفترة دي لفرحك ومخطط تجيب المطربة الفلانية أو المطرب الفلاني، خد بالك عشان ممكن الأنظار تتاخد منك أنت وعروستك، ويبقوا المطربين هم نجوم الفرح اللي المعازيم يتكلموا عنهم. وده اللي حصل مع عريس وعروسة، جابوا أحمد سعد وكارولينا كرم عشان يحيوا لهم الفرح. الصراحة العروسة كانت زي القمر والعريس كمان، بس الشو اللي حصل كان ليه حكاية في الفرح كله. أحمد سعد عمل فقرة في الفرح غنى فيها أحلى أغاني، وعرف يخلي العريس والعروسة يتفاعلوا معاه، لبس بدلة شيك وقال ايه اليوم الحلو ده واغاني تانية كتير. بس العريس والعروسة قرروا يكونوا على المسرح لوحدهم ويغنوا ويرقصوا مع سعد والمعازيم على الترابيزة بيتفرجوا. بس قبل الفرح ما يخلص خرج احمد سعد ومعاه كارولينا وحضنها قدام المعازيم اللي كانوا مستغربين الموقف. وده الفيديو اللي نشرته كارولينا على حسابها، وقالت الناس تمتعت بالقعدة مع احمد بعد الفرح. العروسة كانت مبسوطة بوجود احمد سعد في فرحها، قلعت طرحتها الطويلة وقعدت ترقص وتغني بشكل هستيري مع احمد سعد، وعريسها كمان صدها ومتفاعل. واحمد بدا يغني والمعازيم يردوا معاه، شوف انت لابس ايه وانا لابس ايه، شوف انت قصدك ايه وانا قصدي ايه. وراح قايل للعريس طيب شوف انت جنبك ايه. راح العريس قال له دي الجميله دي. وهنا سعد اتحرج وقال ما عرفتش اكسبهم. كمان احمد سعد عاكس العروسه وقال لها ايه الجمال النوبي ده، والعروسه رقصت معاه. ولما العريس بدا يغير قال ايه العريس الحلو ده، ورجع عاكس العروسه تاني وقال بس ايه الجمال النوبي ده. بس اللحظه عدت عشان فرح. وكده الفرح كان حلو وفيه لقطات حلوه، واضح من الديكور وفستان العروسه الخطير انه فرح ضخم ومش اي فرح. وكلنا عارفين اجر احمد سعد اليومين دول في الافراح، وعشان عريس يجيبه يبقى الفرح ده كبير ومش اي كلام. حتى القاعه كان باين عليها انها فخمه، والعروسه دخلت القاعه مع باباها وقابلوا العريس عشان يسلمها له زي التقاليد والعادات بتاعتنا. العروسه مخططه لكل حاجه في فرحها، ورقصت مع باباها على اغنيه بنت ابويا، وعرفت تخلي فرحته فرحتين في ليلتها. المعازيم لابسين فساتين وبدل فخمه، وفيهم اللي عامل تاتو على ايده كمان، يعني الفرح على مستوى مش اي كلام. اصلا الفرح ده نظمته شركه كبيره متخصصه في تنظيم حفلات الزفاف، وفي مستشاره متخصصه بتعمل التعاقدات وكل حاجه في الافراح اللي زي دي، فطبعا كل حاجه بتكون مميزه، حتى المطربين اللي بتتعاقد معاهم الشركه، والعريس بيدفع كل حاجه وممكن ياخد خصم. كل حاجه في الفرح ده من فخامته تقدر تستعرضها وتمتع عينك بيها، من اول فستان العروسه ومكياجها في القاعه والنجف وكل حاجه، حتى الترابيزات والورود والكاسات، حكايات كتير استعرضناها في الفيديو معاكم، ونتمنى يكون عجبكم، ومستنيين رأيكم في التعليقات.